شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم قمة ثلاثية بين قبرص واليونان ومصر لبحث التصدي للسياسات التصعيدية في منطقة شرقي البحر المتوسط بحسب بيان صادر عن القمة. ودارت كلمات الرؤساء الثلاثة في المؤتمر الصحفي المشترك بشأن تركيا التي كانت الغائب الحاضر عن تلك القمة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: اتفقنا مع قادة قبرص واليونان على ضرورة الرد على السياسات الاستفزازية التي تقود الاستقرار على حد قوله. فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني أن القمة تتزامن مع مخاطر تصنعها القيادة التركية التي تتخيل مشروعات إمبراطورية توسعية على حد قوله. فيما وصف الرئيس القبرصي عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرقي المتوسط بأنها غير قانونية. قمة ثلاثية في نيقوسيا تجمع رؤساء دول كل من مصر وقبرص واليونان، والعنوان العريض على طاولة التباحث هو قضية شرق المتوسط. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا للرد على ما وصفها بالسياسات الاستفزازية التي تقوض استقرار المنطقة. لقد شهد اجتماعنا اليوم مناقشات بناءة عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات. واتفقنا على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة. أما الرئيس القبرصي فاعتبر أن عمليات التنقيب التركية شرقي المتوسط غير قانونية، معتبرا أن العلاقات الثلاثية بين بلاده ومصر واليونان ليست موجهة ضد أي دولة. اليونان وهي الغريم الأول في الأزمة رأى رئيس وزرائها أن تركيا تسعى لتحقيق ما وصفها بمشروعات إمبراطورية توسعية، ودعا دول الاتحاد الأوروبي لوقف بيع أسلحة إلى تركيا. لم يكن الناتو غائبا عن المشهد، ففي بروكسل دعا الأمين العام للحلف لتقليل الأخطار المحتملة للصدام العسكري بين البلدين حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة. تركيا واليونان حليفتان مهمتان للناتو، ونحن نثمن عاليا مساهمتهما في الحلف. أنا قلق بطبيعة الحال من الوضع في شرق المتوسط بسبب تصاعد التوتر ونشر القوات العسكرية بحرا وجوا. من الضروري خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر وتجنب أي حادث بين الحلفاء في شرق المتوسط. لهذا السبب وضعنا آلية لفض النزاعات وخطا آمنا مباشرا على مدار الساعة للجوء إليه عند الضرورة، كما أننا نبحث صيغا أخرى لتعزيز آلية فض النزاعات. القمة الثلاثية تأتي غداة تصريحات وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى الحوار لحل الأزمة، والتي شدد فيها على أن بلاده لن ترضخ لفرض أمر واقع عليها. تركيا تدعم السلام والحوار والتفاوض والحل السياسي لنعقد اللقاءات الاستكشافية ولنعود إلى المفاوضات التي انعقدت في إطار حلف النيتو، وليعقد الاجتماع الرابع من سلسلة الاجتماعات التي كان اثنان منها في أثينا وآخر في أنقرة، وجاءت في إطار التدابير الهادفة إلى تعزيز الثقة، ولنتفاوض ونحل المشاكل بالنقاش. وفي الوقت نفسه يجب على الجميع أن يعلموا أننا لن نرضخ لأي فرض لسياسة الأمر الواقع ولا بالضغط علينا. القمة الثلاثية في نيقوسيا وما حملته من رسائل تشير إلى استمرار أزمة شرق المتوسط التي يبدو أن فصولا أخرى في انتظارها. حديثي حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا سيد يانيس كوتسوميتيس المحلل اليوناني، وينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الدكتور علي بكير المحلل السياسي التركي. أهلا بكما معي سيد يانيس. في رأيك ما هي أهم الرسائل التي خرجت من القمة الثلاثية اليوم بين اليونان وقبرص ومصر؟ كان هناك رسالة واضحة بأن البلدان الثلاثة تريد أن تحافظ
على مجالات النقاش أو المفاوضات مفتوحة ولا ترغب أن تقبل تصرفات الأحادية التركية في الأسابيع الأخيرة. هناك إذن بيان مشترك حول التصرفات التركية، وهناك أيضا تحالفات سياسية بين هذه الدول الثلاث. نعم دكتور علي، يعني ما الذي ستفعله تركيا إزاء هذا التحالف القبرصي اليوناني المصري، وفي ظل اليوم بشكل واضح كان الحاضر الغائب هي تركيا في البيان الختامي وفي كلمات الرؤساء في هذه القمة؟ مساء الخير لك وضيفك الكريم السادة المشاهدين. طبعا أعتقد أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات عزلها في شرق البحر المتوسط وتهميشها والتعدي على حقوقها السيادية، وهذه السياسة كانت متبعة ليس منذ الأمس، يعني هي منذ العام 2003 على الأقل 17 عاما قامت قبرص بالتوقيع بشكل أحادي ومنفرد مع كل من مصر ولبنان وإسرائيل، وتم انتهاك حقوق تركيا في شرق البحر المتوسط، فتركيا لم ترد يعني في ذلك الوقت. ثم أيضا جاءت مصر والتحالف القائم لإعلان عن منتدى شرق البحر المتوسط وللغاز، وتم استبعاد تركيا أيضا ولم يتم استشارتها أو دعوتها، وبالتالي هناك كما هو واضح محاولات لعزل تركيا، لكن الجانب التركي كان صريحا وواضحا، هو يدعو إلى التفاوض، هو يدعو إلى تقاسم عادل للثروات شرق البحر المتوسط، هو يدعو إلى توقيع اتفاقيات رسمية مع دول المنطقة دون استثناء أي أحد، لكنه أيضا يؤكد في نفس الوقت أنه لن يسكت على محاولات عزله ولن يرضى بأي محاولات لفرض الوقائع يعني على الأرض. الجانب التركي ليس جزيرة، هو دولة قوية، أقوى دول المنطقة، أكبر اقتصادات المنطقة، يمتلك أطول شاطئ على شرق البحر المتوسط، وبالتالي بإمكانه أن يأخذ حقوقه بقوته إذا تم استبعاد الحل التفاوضي، لكن الأولوية بالنسبة للجانب التركي هي التفاوض والكرة في ملعب الجانب الآخر. نعم سيد يانيس، ما قالوا دكتور علي ربما أيضا قالوا، يعني كانت هناك صراحة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا مع التفاوض ومع الحلول السلمية ومع العودة للمفاوضات مرة أخرى، لكن في نفس الوقت لن ترضخ ولن تقبل بفرض الأمر الواقع. فإذا كان هناك بابا مفتوحا للتفاوض، لماذا لا يتم اللجوء إليه؟ تركيا هي التي ابتعدت عن المفاوضات. العرض موجود وهناك سعي إلى بحث عن حلول، وهذه فرصة ممتازة لتركيا حتى لا تمد في مهمة التنقيب أو البحث في شرق المتوسط. ينبغي أن يكون هناك المزيد من المفاوضات، ومن الصعب على أثينا أن تدخل المفاوضات في حين أن تركيا تواصل أعمالها في شرق المتوسط. نعم، لكن سيد يانيس، يعني فكرة الحقوق في شرق المتوسط، إذا كانت اليونان ترى أن تركيا تتعدى على حقوقها في شرق المتوسط، لماذا لم تصعد الأمر إلى التحكيم في المحاكم الدولية المختصة؟ هذا سؤال ممتاز. اليوم وزير الخارجية اليوناني زار ألبانيا وقرر مع ألبانيا أن يعرض هذا النزاع في البحر على المحكمة الدولية، لكن بشكل غير رسمي تقول الحكومة التركية أنها لن تقبل حكم المحكمة الدولية لأنها فاسدة،
وأن الحل يمكن أن يكون عبر مؤتمر دولي. نحن لسنا ضد ذلك أيضا، ونريد أن تكون هناك فكرة واضحة عما يريده، عما تريده تركيا. واليونان تقول إنها تريد أن يكون هناك حل وسط، وسواء كان ذلك عبر محكمة دولية أو عبر مؤتمر دولي فهذا ممكن. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد يانيس كوتسوميتيس المحلل اليوناني، كنت معنا عبر سكايب من أثينا، شكرا جزيلا لك. دكتور علي بكير، يعني بالحديث عن فكرة القانون والمحاكم الدولية، هناك من يقول أن يعني المعلومة أن تركيا غير موقعة على قانون البحار، وهناك من يقول أن عدم توقيعها على قانون البحار المتعلق برسم الجرف الخاص بالبحر الحدود البحرية يجعلها يضعف موقف تركيا إذا وصل الأمر إلى المحاكم المختصة. لا لا على الإطلاق، وأنا كنت أتمنى أن يبقى الضيف من اليونان حتى يسمع أن كلامه غير صحيح على الإطلاق. يعني كونك عضو أو غير عضو في قانون البحار لا يؤثر على موقفك القانوني سواء شرق البحر المتوسط أو في أي مكان آخر. هناك مثلا دولة مثل إسرائيل، دولة غير موقعة على قانون البحار، مع ذلك قامت قبرص بالتوقيع باتفاق تحديد الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي خرق بالمناسبة حقوق تركيا، ولم يعترض أي أحد على هذا. والآن أيضا إسرائيل تتفاوض مع لبنان في ترسيم الحدود، ولا أحد يعني يقول أي شيء عن هذا الموضوع. فقط عندما يتعلق الأمر بتركيا نرى هذا النوع من التكالب الدولي إذا ما صح التعبير. لكن أنا أريد أن أركز على موضوع المحكمة الدولية. المحكمة الدولية الرجوع إليها يتطلب توافق الطرفين، والجانب اليوناني يرفض حتى الآن الانخراط في مفاوضات جدية مع الجانب التركي. هو حتى المفاوضات الاستكشافية وهي مفاوضات غير مجدية في حقيقة الأمر هو جاء إليها عبر ضغط الناتو. نحن نعلم أنه رفض في البداية الخضوع لطرح الناتو، ثم عاد بعد ذلك عندما قامت تركيا بالتصعيد. الجانب اليوناني في العام 1976 قام برفع قضية ضد تركيا في محكمة العدل الدولية من جانب واحد، وطلب من محكمة العدل أن تضغط على الجانب التركي لإيقاف عملياته المسيحية آنذاك في شرق البحر المتوسط. والمحكمة ردت على الجانب اليوناني بأنه لا يمكنها أن تفرض هذا الشرط على الجانب التركي، وأن بالإمكان البحث في هذه القضية بينما يقوم الجانب التركي بمتابعة أعماله. وطبعا رفضت بهذا المعنى الطلب الشرط اليوناني. اليوم اليونان تطالب نفس الشرط لكن من المجتمع الدولي، ويعني الجانب التركي لن يقبل بهذا. إذا كانت محكمة العدل قد رفضت الطلب اليوناني، لماذا تقبل به تركيا؟ يعني في طبيعة الحال هناك حالة من التضليل في هذا السياق، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. نعم، ابقى مع دكتور علي لأنه انضم لنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كما ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي الدقاق. أهلا بكم معي دكتور عصام. يعني هل المصالح الاقتصادية أم المكايدة السياسية أم كلتاهما هو ما يفسر موقف مصر حاليا من تركيا في موضوع شرق المتوسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية حضرتك والتحية لضيوفك الكرام. الأمرين قائمين، الحديث عن المصالح السياسية أو الاقتصادية موجود، ولكن للأسف الشديد النظام في مصر فرط كثيرا في المصالح الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية. كل ما يرتبط بعمليات ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط ينال من حقوق السيادة، وينال من الثروات الطبيعية للدولة، وينال من أيضا مكاسبها الاقتصادية في مياهها الاقتصادية في منطقة خالصة في ظل هذا التوتر القائم. المكايدة السياسية موجودة وبقوة، لأن هذا النظام أيضا يصطدم مع تركيا في أكثر من ملف، لأن النظام السياسي التركي لا يعترف بالنظام الحالي ويعتبر أنه جاء بانقلاب عسكري، وأن تركيا هي دولة حاضنة لعدد كبير من قوى المعارضة السياسية المصرية، وبالتالي هو يستخدم مثل هذه الملفات في هذا السياق لمكايدة النظام التركي ولمحاولة ابتزاز أطرافه الداعمين سواء الإقليميين أو الدوليين. هذا ملف. الملف الآخر أن تركيا أصبحت فاعلا قويا في ملف ليبيا، وبالتالي تشكل تهديدا استراتيجيا للملف الذي أو الدور الذي يقوم به بين قوسين، الدور الوظيفي الذي يقوم به النظام المصري في الملف الليبي.
هذا جانب. الجانب الآخر أن هذا النظام اتجه في إطار المكايدة السياسية إلى دعم نظام بشار على سبيل المثال، إلى دعم الملف الكردي في شمال سوريا وفي شمال العراق على سبيل المثال. وبالتالي حديث اليوم ليس لا يعني يمكن توصيفه بكلمات بسيطة أنها قمة الفاشلين الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة لا يستطيعون الدخول في مواجهة مباشرة مع الدولة التركية دون دعم وتأييد من حلفاء إقليميين ودوليين. وبالتالي لا أعتقد أنهما بإمكانياتهما وقدراتهما مهما تعاظمت في هذه المرحلة لا يملكان القدرة على اتخاذ القرار بمواجهة عسكرية مباشرة مع الدولة التركية. في نفس الوقت تركيا لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور لأنها تدرك أبعاد ما يدبر داخل هذه المنطقة، سواء من الجانب المصري أو من الجانب اليوناني أو حتى من بعض الأطراف الأوروبية التي تسعى إلى جرها إلى مواجهة لتهديد إمكانياتها ونيل من قدراتها. نعم، يبقى مع دكتور عصام. سيد مجدي الدقاق، يعني إذا كانت بالحديث حول المصالح الاقتصادية أنقرة نفسها أكدت أكثر من مرة أن لا توجد مشكلة بينها وبين مصر، وأن المشكلة بينها وبين اليونان، والموضوع له بعد تاريخي وبعد أيديولوجي أيضا، وأن مصلحة مصر تقتضي هذا، يعني هذا الأمر، أن مصلحة مصر تقتضي ترسيم الحدود مع تركيا، فلماذا لا تسعى مصر في هذا الأمر؟ يعني أولاً دعني أرد سريعاً أو أوضح موقف الدكتور عصام وهو يتحدث من إسطنبول. أنا أحسس أنه يتحدث اسم الجناح المتطرف في النظام التركي المعادي للمصالح العربية والمعادي للمصالح المصرية والذي يدخل تركيا. طب نتحفظ يا أستاذ مجدي على هذا الأمر، يعني لأن كل الضيوف لهم كل الاحترام، يعني من حقك أن تقول وجهة نظرك دون التشخيص أو الحديث عن أحد الضيوف. تفضل. أنا معلش، أحد الضيوف تحدث بدلا من أن أتحدث في أصل الموضوع، تحدث عن خلافه الشخصي مع نظام وخلافه. لم يتحدث عن خلافه الشخصي سيد، لكن حرد بشكل سياسي تماما. تفضل. الحديث على أن هناك مكايدة سياسية، هذا الكلام ممكن تقال يعني لغة سوق أو لغة شعبية لا تصلح في سياسات الدول. الموقف المصري واضح، هو استفادة شعوب المنطقة بثروات منطقة شرق المتوسط. الرسالة الآن من المؤتمر الصحفي الذي عقد من الدول الثلاثة على لسان الرئيس السيسي بوضوح أن لابد أن يكون هناك تعاون بين الشعوب، وهذا الكلام ليس موجها على الإطلاق على تركيا إلا إذا أحس. عند الحديث عن الاستفزاز بعض القوى الإقليمية، نعم هناك استفزاز من بعض القوى الإقليمية، لا أحد يريد إبعاد تركيا عن المشهد، بل بالعكس هناك دعوات للمشاركة، لكن هناك أيضا شروط لهذا التعاون، هو أن أوقف التدخل في الشأن الداخلي للدول، أوقف التدخل في الدول المجاورة للأمن القومي المصري، إشعال المناطق في حروب وأزمات، هذا الذي يلعبه الآن النظام التركي. نحن لسنا ضد مصالح الشعب التركي، إنما سياسات أردوغان التي دفعته للعزلة. انظر ماذا تتحدث أوروبا الآن عن أردوغان، الرئيس أردوغان احتراما له، تتحدث الأمريكا الآن عن تصعيد الموقف. تركيا تخسر أصدقائها، تخسر حلف الناتو وهي عضو فيه، تخسر أوروبا. طب هذه النقطة، ابقى معي سيد مجدي، هذه النقطة هامة. دكتور علي بكير، يعني كما فهمت من سيد مجدي الدقاق أن الكرة في ملعب تركيا، أن تركيا مدعوة أن تكون ضمن هذه المنظومة منتدى شرق المتوسط، لكن بشروط تتعلق بأمور أن تخرج تركيا من كل الملفات الموجودة فيها، وإذا حققت ذلك فمرحب بها. لا، يعني اولا لا يوجد اي دعوه لتركيا للانضمام الى، يعني اصل الخلاف هو عدم دعوه تركيا، هذا اولا. ثانيا، يعني من هو النظام المصري حتى يطالب باسم العرب وباسم جميع الدول الاخرى وباسم يعني الشعوب الاخرى تركيا بان تقوم بهذا او لا تقوم بذاك؟ يعني ما هو المعيار، ما هو يعني صفه النظام المصري في هذا السياق؟ الامر الثالث يا سيدي، انا الان في حيره حقيقه الامر في هذا الوضع، لأن النظام المصري ليس قضية أنه لم يعد يمثل الشعب المصري. المشكلة أيضا أنه في داخل المؤسسات المصرية، ونحن نعلم ذلك تماما، الخبراء التقنيين في وزارة الخارجية وحتى في جهاز الاستخبارات، يعني هم حاولوا قدر الإمكان أن يقنعوا السيسي بأن مصلحة مصر هي مع
تركيا وأنه يجب على مصر التوقيع مع تركيا بدلا من التوقيع مع اليونان، ولكن الجانب اليوناني وقد حسبها بشكل صحيح وقال يجب علينا التواصل مباشرة مع نظام مع السيسي والقفز عن هؤلاء التقنيين وعن جهاز الاستخبارات حتى نصل إلى الاتفاق، وهذا ما حصل بالفعل. لماذا حصل؟ لأن السيسي كلما ضعفت شرعيته داخليا كلما اضطر إلى تقديم التنازلات للغرب وتحديدا لإسرائيل. طب هذه النقطة هامة دكتور علي، دعني أعود فيها للسيد مجدي، لأن بالفعل ما تقوله سيد دكتور علي يتماشى مع التقرير الذي نشرته مدى مصر منذ أشهر عن أن وزارة الخارجية وكذلك جهاز المخابرات العامة يضغطان على السيسي لقبول الاتفاق البحري في الترسيم ما بين تركيا وليبيا، وأيضا يرفضون الاتفاقية مع اليونان. ما ردك سيد مجدي على أن هناك جهات داخل النظام المصري تسعى بشكل أو بآخر لرأب الصدع وكذلك أيضا إلى الاستفادة من فكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا؟ هل حرق يعني هل تتذكر كلمة الرئيس السادات الشهيرة على أن هناك بعض المحللين وبعض القوى الدولية بالتعبير بياخدوا معلوماتهم وتحليلاتهم سواء مدى مصر أو غيرها من بتوع البطاطا، وبتوع البطاطا اللي بيلف عندنا في مصر الأخبار في ورق جرائد، وبالتالي بعض الدول تقيم تقييماتها السياسية من هذه الأوراق الغير جادة. كل ما قيل من ضيفك العزيز وما تقرير مكذوب وغير صحيح. الدولة المصرية دولة واحدة، الكل يحترم إرادة القيادة السياسية واختياراتها وفق مؤسسات الدولة لأننا دولة مؤسسات، وبالتالي العيب ليس في مصر. العيب وأنا أقول أن أزمة تركيا الداخلية وأزمتها مع المعارضة ومع خمعالي الأقراط وغيرها من الأقليات وسوء علاقتها الدولية هو الذي يدفع للتحرش السياسي إن صح التعبير في ليبيا وفي أذربيجان وضرب شمال العراق وتدخل في سوريا والتعامل مع المرتزقة وإرسالهم إلى مناطق التوتر. حلم الدولة العثمانية يداعب أردوغان حتى هذه اللحظة، ومع ذلك مصر لا تريد صداما مع تركيا، تريد القانون الدولي، حماية حقوقها وحماية حقوق الشعب التركي الذي يعاني الكثير بسبب هذا الحصار. هناك توجه عربي لمقاطعة المنتوجات التركية، أعتقد أثر كثير. يعني ليس عربيا يعني بعض الدول يا أستاذ مجدي، يعني أستاذ مجدي هناك دعوات رسمية من بعض الدول لكن هذه الدعوة ليست عربية بأن كل العرب مجتمعين على ذلك. أشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي الدقاق، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة لك دكتور عصام سريعا لأن يعني وقت الفقرة انتهى، هي فكرة من المستفيد من إشعال فتيل النزاع في شرق المتوسط عندما كلما بدرت بادرة للحل تزداد الأمر صعوبة وتعود مرة أخرى للاشتعال؟ لا، هو الأمر قبل الرد يحتاج إلى أيضا توضيح، لأنه في النهاية إذا تركنا من يقول ما يشاء وقت ما يشاء فإن هذا مدعاه لتسهيل عملية التضليل السياسي التي تمارس باسم الإعلام وباسم حرية الرأي وحرية التعبير من محللي بين قوسين البطاطا الذي عبر عنه ضيفك من القاهرة. الحديث على أن الشعب التركي يعاني، أعتقد أن هذا أولى به أن يراجع معدلات الدخول، معدلات الأوضاع الاقتصادية، معدلات النمو الاقتصادي بين مصر وتركيا في هذه المرحلة. هذا أولا. حديث أيضا على أن النظام في تركيا يفتح ساحات للمجابهة في أكثر من ملف، هو الرجل يتحرك وفق اتفاقيات رسمية دولية معلنة وفق شرعية دولية معترف بها من كل دول العالم، وليس نظاما غير شرعي جاء بانقلاب عسكري في 2013. هذا جانب يجب أن أيضا الوقوف عليه بمنتهى الدقة ومنتهى الوضوح حتى لا تترك مثل هذه الأصوات لتعبث في الهواء وتؤثر في العقول. هذا جانب. الجانب الآخر عندما نتحدث عن من المستفيد، المستفيد الأول في شرق المتوسط هو الكيان الصهيوني بامتياز. مصر تخسر الكثير من الثروات، تركيا تخسر وتستنزف في عديد من المجابهات من بينها فتح هذه الجبهة التي تنال الكثير من الوقت والجهد والتفكير، ولكن في النهاية تركيا دولة تدافع عن مصالح. ليس مقبولا بالمطلق أن يتم حصار تركيا عبر مجموعة من الجزر لا تتجاوز مساحتها 1 أو 2 كيلومتر مربع وتطالب اليونان بأن تكون المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية للدولة التركية مرهونة بوجود هذه الجزر، ولذلك لم توقع تركيا على القانون الدولي للبحار بنسخته الثانية عام 1994. المستفيد الأول والأخير من هذه المواجهة هو الكيان الصهيوني. نعم، أشكرك وعذر المقاطعة لأن الوقت انتهى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول للدكتور علي بكير المحلل السياسي التركي، كنت معنا عبر سكايب من دوحة، شكرا جزيلا لك.
المسائية مستمرة، وبعد الفاصل تلتقيكم زميلتي حياة اليماني وباقي فقراتنا وفيها قلق عالمي متزايد من أوضاع حقوق الإنسان في مصر. الخارجية الألمانية تقول إن قمع المجتمع المدني لا يساهم في استقرار مصر، و 222 برلمانيا أوروبيا يطالبون السيسي بوقف الأعمال الانتقامية من معارضيه.